مباشر من منطقة عين سبع القبض على عصابة تقوم بزوار ماركة مسجلة لمواد التجميل، مواد قديمة طلقات وكذلك بيت زوار الماركة. السلام عليكم. انت خليه صافي استاذ، واحد شويه صافي صافي مزيان. تفضلوا استاذ. هذا فيما يتعلق بواحد الملف اللي عنده واحد الخصوصيه باعتباره انه يضر بالصحه العامه ديال المواطنين. هذا واحد السيد عنده شركه، يعني كيخترع واحد المنتوج اللي هو تجميلي من بين المنتوجات اللي تقوم بصناعتها وتسويقها، اللي هي شركه ديفورا اللي تقوم بالصناعه ديالها. ومن بين هذه المنتوجات اللي تقوم بالصناعه ديالها واحد المنتوج اللي مؤخرا تعرض الى التقليد والتزييف من طرف اشخاص بالدار البيضاء. الشركه تتوجد بمدينه فاس. بمجرد ما ان اشعر الممثل ديال الشركه او الشركه بان واحد بان المنتوج ديالها اللي هي خسرت عليه اموال باهظه فيما يتعلق لا الاختراع ولا الطباعه ولا كل شيء ولا الاشهار، من اجل انه اكتسب واحد الشهره يعني كبيره، انه تقوم بالتوزيع ديالو ماشي غير في داخل المغرب حتى خارج المغرب. وهذا المنتوج يعني من بين المسائل اللي هذا هو انه تيصلاح لي سيكاتريز باش كيزولهم، اضافه الى انه ذاك الحب الشباب ولا كذا، انه يعني عنده واحد التاثير مهم ومزيان على صحه الانسان. هاد الناس هادو ديال هاد اللي في الدار البيضاء شنو داروا؟ قاموا بتقليده بطرقهم الخاصه، بحيث انهم هي شبكه، يعني قلدوا لومبالاج، قلدوا داك اللي بداخل الكارتون، قلدوا المنتوج اللي هو بداخل داك. اذا تعريض حياه المواطن للخطر. اذا حنا بمجرد ما اننا تقدمنا بالشكايه للسيد وكيل الملك لدى محكمه عين السبع، في الحقيقه من هذا المنبر اشكره الشكر الجزيل. علاش؟ لانه اعطى لهذه الشكايه واحد الاهميه قصوى، لانه باعتبارها انها كتمس بالصحه ديال المواطنين، وبالتالي اعطى تعليماته على الفور الى الشرطه القضائيه بالحي الحسني التي قامت بالواجب، وفي الحقيقه ماشي غير الواجب بل اكثر من ذلك، بحيث انه قامت بجميع الوسائل والطرق من اجل ضبط هذه العناصر. اذا اهتديت الى العنصر الاساسي اللي هو الان تقدم الى السيد وكيل الملك واللي تم الاعتقال ديالو، والجلسه ان شاء الله غادي تكون نهار اثنين يعني في 12:30 باش يدوز امام المحكمه. مكونه على شحال من شخص؟ هما لحد الان حسب علمي كاين جوج او ثلاثه. كاين هذاك اللي كيصوب له داك كيقول لك هو التخليطه، بمعنى انه كيصوب له داك المعجون اللي كيديروه في اليوتيوب. كاين مطبعه اللي كتصوب الغلاف اللي هو باش مغلف هذاك اللومبالاج، وكاين مطبعه اخرى، كاين مطبعه في الدار البيضاء وكاين مطبعه في اكادير، اللي مختصه في ذاك ليتيكات اللي كتلصقهم على هذاك اللي بداخل لومبالاج. فصل المتابعه استاذ، فصل المتابعه. لحد الان لا نعرف، هو في القانون يعني هذا الشيء مجرم وكيمشي في اطار تقليد او تزييف مواد ذات يعني براءه الاختراع ومسجله، هذا هو الاصل. كاين شي ضحايا؟ لحد الان كيتوافدوا علينا على الشركه بعض الضحايا، من بينهم جوج لحد الان اللي هو تاثروا بهذاك المنتوج المقلد اللي عطاهم انعكاسات سلبيه. رجعت لصاحب الشركه الاصليه. بيان سور، لان حتى هذا السيد هذا دابا اللي تيقدم يعني خدا الموقع ديالو، الموقع ديال هذا الخاص، وهز ذاك المنتوج وكيدير له اشهار عن طريق مشاهير اللي هو مأدي عليهم اثمنه كبيره للشركه يعني الاصليه، وهزهم من ذاك الموقع وحطهم في الموقع ديالو والتليفون ديالو، وتيقول لهم على ان هذا المنتوج راه كيصلح لكذا وكذا ومهم وهذه وهذه، وتيظهر على ان المنتوج الاصلي هو اللي كيبينه، ولكن ملي كدير الطلبيه وكتوصل به كيتوصل به عن طريق شركه التوزيع بالمنتوج المقلد، وهذا هو اللي خطير في الامر. استاذ تمسح بهذا المنتوج؟ نعم.
المنتوج تم سحبه من السوق؟ بطبيعه الحال على انه وي يعني الضابطه القضائيه او الشرطه ديال الحي الحسني انتقلت للدار ديال داك السيد اللي كيقوم بصناعه او هذا المنتوج المقلد وحجزت جميع البضائع اللي كانت موجوده عنده، وثانيا انتقلت الى درب السلطان الاسواق اللي ربما من تما يعني حجزت داك الشيء كامل. لحد الان بالتفصيل ما عارفش الملف يعني بالتفصيل فيما يتعلق بهذه المساله، ولكن راه تم الحجز ديال جميع الماده المزوره وجابوها للسيد وكيل الملك هذا اليوم هذا من اجل الاتلاف ديالها. اكيد توصل الاجراء عطيتو استاذ شحال قيمه الضرر المادي اللي حقت الشركه؟ حنا عاد غنديروا خبره طبيه، حنا لحد الان غادي نعطيو مدينه فاس وحصلنا على المنتج المزور وغادي نعرضوه على الخبره الطبيه من اجل معرفه مدى الاضرار الجسمانيه اللي ممكن انها تخلفها الاليه والمستقبليه. لان الاضرار الماديه للشركه، اما الاضرار الماديه للشركه هذيك حديت ولا حرج، لان انتم كتعلموا تتعرفوا على انه ملي كيتواصل الى علم اي مواطن اللي هو عنده ثقه بذاك المنتوج وكيقتنيه وكيصبح على انه مزور، راه بطبيعه الحال على انه ما كيبقاش يثقوا حتى فيما يتعلق بالمنتوج الاصلي، وبالتالي شيء طبيعي على انه هذا غادي يخلف واحد الاثار كبيره ماديه على 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 الشركة. ولكن انا كنعرف على ان الشركة عندها كفاءة كبيرة فيما يتعلق بهذه المسائل وغادي تحاول تصدى لهذه الامور بجميع الوسائل، سواء عبر الوسائل الاتصال، سواء عبر الاشهار، سواء عبر المواطنين، سواء هذا هو ما كل ما في الامر. قول لي استاذ القانون كيجر شحال تقريبا العقوبة كتوصل؟ هو لحد الان حنا مازال ما عرفناش المتابعة بالضبط، ولكن زيف العلامة التجارية وهذا خص العقوبة هي 6 شهور وتعريض حياة المواطنين للخطر. ولكن إذا كانت هناك أضرار ناتجة على هذاك المنتوج واللي تقدموا للمحكمة العقوبة تتولي شكل آخر. واش خاصها تحول الجنايات؟ معلوم تحول الجنايات، لأن علاش؟ لأن الأضرار الجسمانية اللي ربما يتأثر بها هذاك اللي استعملوه ربما تكون عندها مثلا، نعطيك مثال بحال دابا مثلا حمرار في الجلد ربما يكون عادي، ولكن إذا كان هذا المنتوج ربما ينتج عليه شي أمراض خطيرة مثل السرطان ولا كذا، هنا العقوبة غتكون كبيرة من طبيعة الحال. هذا ما يمكنلاش. قول لي أستاذ الإجراء اللي قام به وكيل الملك هذا الصباح من بعد التقديم ديال الضنين. هذا الصباح السيد وكيل الملك مشكور خصوصا في السيد النائب اللي مكلف بالمسطرة، هو متخصص في هذا المجال ودقق في امور اللي بطريقه احترافيه، بحيث انه عرضنا عليه المنتوج المزور والمنتوج الاصلي ولاحظ على انه فعلا على انه وقف على انه هناك تصوير وتقليد وتزييف لهذا المنتوج. المواطنين بغاو يعرفوا اسم المنتوج والموضوع ديالو. ايوا المنتوج هو واحد المنتوج اللي الاسم ديالو ديفورا. ديفورا ديفورا هو خاص بإزالة السيكاتريس على مثلا. واش كان شي خبرة في هذا الجانب؟ حنا قلتها سابقا، قلتها في الأول، قلت لك أودي حنا غنرجعوا لفاس وغنحاولوا نديروا خبرة طبية على ذاك المنتوج المقلد، لأن عن طريق مختصين واللي غيتكلف بها هو السيد، يعني غنديروا طلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية باعتبار أن المنتوج عنده طابع تجاري، وبالتالي غادي يعرضوا على الناس ديال الاختصاص والخبرة وعاد نعرفوا الاثار اشنو هي. لان حتى الاثار انا هذا في اعتقادي على ان الاثار يمكن لا تكون اليه حانيه ويمكن لا تكون مستقبليه، والمستقبليه ربما ما يمكن لكش تعرفها في الحين. بخصوص الناس اللي باغيين يقتنيوا المنتوج من الموقع الرسمي، من طبيعه الحال انه اي واحد بغى يقتني هذا المنتوج اسم المنتوج استاذ، راه الناس كتسول اسم المنتوج. المنتوج هو ديفورا. ديفورا ديفورا اونتي تاش ولا اونتي سيكاتريس؟ اونتي تاش اونتي سيكاتريس اونتي سيكاتريس. من الموقع الرسمي، من الموقع الرسمي اللي هو موجود في وسائل التواصل. شكرا لك استاذ. شكرا لك. شكرا لك استاذ الصغر. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه من امام محكمه الزجريه بعين سباع، إلقاء القبض على عصابة تزور ماركة مسجلة لمواد صيدلية أونتي ديفورا بالأحرى.
هاد الديفوار هادي ديال السيد المحامي قام ب استاذ الاسم كريم استاذ مراد ابراهيمي محامي بهيئه فاس قاموا بشكايه لدى وكيل الملك يعطي التعليمات ديالو للفرقه الماليه المختصه وتمسح بجميع منتوج ديفورا فهو منتوج مزور اللي بغى يقتنيه يعني كيتعطاو ليه واحد الشريحه كبيره من النساء بالمغرب فاللي بغى تقتني هذا المنتوج او بغى يقتنيه فالمرجو يتوجه مباشره لموقع الشركه هي استاذ واخا اذا الى هنا ناتي نهايه البث المباشر من مدينه الدار البيضاء حلقاء بكم في بث اخر دمتم على خير.